طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله اليوم ندرس محاضرة جديدة، وهي المحاضرة 25 بعنوان Viscous Fluid Flow تحت الوحدة الخامسة اللي هي Fluid Mechanics. وكلنا بنتذكر مع بعض أنه تسلسلنا في هذه المحاضرات بداية من عند دراسة خصائص الفلويد، وميزنا أنه الفلويد ممكن أن يكون فيسكس ونن فيسكس. ومن ضمن شروط التي وضعها برنولي لتدفق المائع أنه يكون نن فيسكس. اليوم إحنا بدنا نتعلم أو نتعرف على مفهوم الفيسكس فلويد، ونحسب قيمة الفيسكس لأي فلويد سواء كان سائل أو غاز، ونعرف متى بتتغير وعلى ماذا تعتمد. وكذلك ايضا بدنا نحاول نجيب معادله تحسب الفيسكوسيتي لاي فلويد والوحده التي تقاس بها. بعد ذلك طبعا في هذه المحاضره بدنا نطبق ما فهمناه على موضوع الفيسكوسيتي على اللامينار فلو. اذا حيكون عندي الان انا لامينار فلو ان تيوب لكن فيسكوس فلويد، وفي الحاله هذه طبعا هنستعين ببعض المفاهيم الجديدة. في البداية وزي كل موضوع جديد في عندي شوية تعريفات. Viscous Fluid Flow واضح هنا انه اصبح التدفق لسائل او مائع يمتلك لزوجة. والفيسكوسيتي اصلا originated from the frictional forces between the fluid lamina and the container. احنا بنعرف انه المائع وين بيكون موجود؟ بيكون موجود في تيوب او في انبوبه. عندما يتدفق المائع ستنشا قوى احتكاك ما بين طبقات المائع والجدار الوعاء الذي يحتويه. فهذه طبعا تسبب ايش؟ احتكاك. زي لما تجيب انت لوحين من الزجاج او اطار السياره مع الارض، طبعا ايش بيكون في احتكاك لما تدفعهم بيصير هذه القوة بنسميها اللي هي اللزوجة. طبعا the viscosity can be considered as the resistance of a flow of a fluid like current resistance، مثل اللي هو مقاومة التيار الكهربي. وكلنا احنا بنعرف ان مقاومة التيار الكهربي هي عبارة عن ايش؟ المعاوقة التي يجدها الالكترون اثناء حركته ما بين الذرات وبيصطدم في الايش فيها، فهذه طبعا تسبب ايش؟ مقاومة. اما هنا المقاومة تنشأ من وين؟ تنشأ من الاحتكاك ما بين طبقات السائل او المائع وجدار الانبوبة التي تحتوي. Viscosity in the gas، لانه المائع احنا فسرناه على اساس انه ايش؟ عبارة عن gas or liquid. Viscosity in gases is originated from the successive collisions between the gas molecules، التصادمات المتتابعة التي تحدث ما بين جزيئات الغاز هي التي تسبب ايش؟ اللزوجة. وعليه the viscosity of the gas is a temperature dependence. هذا طبعا استنتاج لانه كلما زادت درجة الحرارة زادت الكينيتيك انرجي للغاز لجزيئات الغاز، وبالتالي زادت التصادمات. ومعنى كلمة زادت التصادمات اي ان اللزوجة ايش؟ ايضا زادت. By increasing the gas temperature and increase of their kinetic energy and therefore the probability of the collisions will increase. إذن هنا واضح إنه الغاز يتناسب طرديا أو لزوجة الغاز تتناسب طرديا مع درجة حرارة. إذن أنا بتوقع إنه أي غاز عند درجة حرارة معينة تزداد اللزوجة تاعته. أما بالنسبة للفلويد the viscosity will decrease by increasing the temperature. وكلنا بنعرف انت لما تمسك مثلا الاويل الزيت تبع السياره، اول ما بكون المحرك بكون الانجن تبع السياره بارد، الزيت ايش بكون؟ بكون جامد او لزج. بعد ما يسخن ويتحرك المحرك فبتحس انه الزيت اللزوجة بدات ايش؟ تقل تدريجيا. طبعا وهذا السبب انه بخلينا احنا نغير الزيت كل فترة وأخرى، لأنه التغير في اللزوجة وهذا بيفقدوا إيش؟
بيفقدوا لزوجته، بيفقدوا الهدف منه. لكن بنلاحظ ان الغازات تزداد درجة اللزوجة مع زيادة الحرارة، في حين انه الليكويد تقل درجة اللزوجة مع زيادة الحرارة. كل ما زادت درجة حرارة الليكويد بتفكك الروابط، فبتصير المقاومة اخف، وكون المقاومة خفت معناته قلت اللزوجة. اذا انت عندك هنا مبدأ اللزوجة يعتمد على المقاومة، والمقاومة في حالة الغازات تنشأ من التصادمات التي تتناسب طرديا مع زيادة درجة الحرارة، في حين أن المقاومة في السوائل تنشأ من الاحتكاك ما بين طبقات السائل المائع ومين والجدران، وهذه المقاومة تقل مع زيادة درجة الحرارة. بعد ما عرفنا موضوع اللزوجة في الموائع وعرفناها على ماذا تعتمد في الغازات والسوائل، خلينا الآن نشوف كيف يمكن إيجاد معادلة لحساب اللزوجة لأي مادة، أو إيجاد العلاقات التي بناء عليها بتتغير إيش اللزوجة، ولا سيما أنه إحنا قلنا أنه بتعتمد على المقاومة ما بين اللامينرز and the container. إذن خلينا نتخيل الآن two plates of a glass زي شريحة الميكروسكوب، شريحتين ميكروسكوب separated by distance delta y. هذه المسافة هي مسافة دلتا واي، وبين هاتين الشريحتين سائل أو مائع. بدنا نفترض أن السطح السفلي أو الشريحة السفلية لا تتحرك، والشريحة العلوية تتحرك إلى اليمين في تحت تأثير قوة مقدارها F. الآن لو نظرنا إلى هذا الموضوع من خبرة العملية، لو وجدنا أن طبقات السائل تتحرك ولكن بسرعات متفاوتة، بل بسرعات متدرجة، من قيمة بتساوي صفر بجوار الليير اللي هي لا تتحرك، حتى قيمة قصوى وهي سرعة إيش؟ سرعة الحركة تاعت الليير اللي فوق. واضح الفكرة؟ طبعا أنت لو تخيلت عندك كرات من الرمل واستطعت أنك تحرك الطبقة اللي فوق، فهتلاقي انه جزيئات الرمل التي في حالة احتكاك مباشر من مع الشريحة اللي فوق هتتحرك بسرعة ايش اعلى من الاسفل منها، وتدريجيا هتكون ايش صفر، وبالتالي الطبقات بتأثر واحدة على التانية لانه في عندي ايش في عندي احتكاك. طيب الان there will be a lamina or layer of the liquid which moves with the upper plates and the other lamina which is stationary. Stationary يعني مستقرة. There is a gradient of velocity. أي أن هنالك تدرج في السرعة. As you move from the stationary plates to the moving one and the liquid tends to move in parallel layers which is laminar flow. ولهذا السبب سميت بالتدفق laminar اللي هو معاكس لمين؟ لتدفق اللي سميناه إيش؟ turbulent. Turbulent flow. وبالتالي بنلاحظ هنا انه طبقات الماء مختلفة لها سرعات ايش مختلفة متدرجة. طيب الان لو اجينا نظرنا الى القوة F required to move the upper plate at constant average speed is proportional to ثلاث شغلات. اول شيء the speed gradient اي تدرج السرعة. رقم اثنين مساحة المقطع، كل ما زادت السيرفس اريا اللي هي مساحة الشريحة الزجاجية كل ما كانت القوة المطلوبة ايش اكبر، وكل ما كان التدرج من صفر الى قيمة اكبر كل ما كانت القوة ايش المطلوبة ايش اكبر، ولكن تتناسب عكسيا مع السيباريشن ديستانس مع المسافة الفاصلة دلتا واي. اذا هي بتتناسب طرديا مع مين؟ مع مساحة المقطع وتدرج السرعة، وعكسيا مع مين؟ مع المسافة الفاصلة ما بين الشريحتين. في الحالة هذه نستطيع تلخيص المعادلة إلى أنه القوة F تتناسب مع دلتا V اللي هو تدرج في السرعة من سرعة ماكسيم إلى سرعة صفر، والقوة F أيضا تتناسب الأريا تبعت الشريحة المتحركة أو المنزلقة على الليكويد، والF
هندسه طرديه عكسيه مع واحد على السيباريشن اللي هي بنسميها دلتا 1. اذا بدي اياك تتذكر انه دلتا في هي التدرج في السرعه، والاريا هي مساحه الشريحه المتدفقه، ودلتا واي هي السيباريشن. الان ممكن نجمع هذول كلهم مع بعض بحيث انه القوه اف تساوي او تتناسب مع A في دلتا في على دلتا 1. وممكن استبدال ثابت التناسب باللزوجة، لانه فعلا انا عندي هنا هذا بيصير معامل اللزوجة اللي هو الفيسكوسيتي كوفيشن. اذا the constant of proportionality is called the viscosity coefficient which is represented by the symbol اللي هو الرمز ايتا، الرمز اللاتيني ايتا. وبالتالي اصبحت العلاقة الاولى التي تربط اللزوجة كثابت من ثوابت المائع انه الفورس F تساوي سيجما ايتا في A على في دلتا B على دلتا Y. ويمكن من هذه المعادلة ان نحصل على تعريف للزوجة يساوي ال F على الاريا. ايش بيساوي؟ لما نقسم ال F على الاريا احسنت، اللي هو الستريس. اذا صارت ايش نوع الستريس هذا؟ شيرنج ستريس، لانه لسه من شيرنج، لانه احد الاسطح يتحرك والسطح الاخر ثابت. فبالتالي بصير F على A ايش بيساوي؟ بيساوي دلتا B على دلتا Y اللي هو الجريديان of velocity او الشيرنج سترين. اذا the viscosity can be defined as the ratio between the shearing stress F على A to the rate of shearing strain اللي هو دلتا بي على دلتا واي، او بمعنى اخر بدل ما اقول shearing strain بسميه الجريديانت اوف فيلوسيتي. اذا اللزوجه بنعرفها بعد ما استنبطنا او اشتقينا او استنتجنا المعادله بانها النسبه ما بين الشيرنج ستريس الى الفيلوسيتي جريديانت. وهنا طبعا نستطيع ان نحسب او نقدر وحده اللزوجه، وبنجد ان وحده اللزوجه لها ابعاد فورس على اريا على دلتا في على دلتا واي، اي اف هي عباره عن نيوتن، والنيوتن ايش هو؟ عباره عن ماس في لينث على سكن تربيع. اذا صار عندي ماس ام في لينث ال على سكن تربيع اللي هي صارت دي اس ماينس 2، والمساحه الاريا لها ابعاد التربيع مقسومه على التغير في الفيلوسيتي، هي عباره عن ايش؟ مسافه على الزمن. اذا ال على تي بتصير ايش؟ ال في تي اس ماينس 1. والدلتا واي ايش يا شباب؟ المسافه السيبريشن بتوين ذا بليتس، فبتصير ال. اختصر ما يمكن اختصاره، التي اس ماينس 2 مع التي اس ماينس 1. التي اس ماينس 1 بتطلع على البسط، بس بالموجب بضل عندي تي اس ماينس 1، وفي عندي ال ال في البسط مع ال ال في البسط بتروح مع بعض، وفي عندي ال المقام بتطلع في البسط بتختصر مع ال تربيع، فبصير ال اس ماينس 1 لانه ال ال اللي ضلت في المقام. اذا بنحصل على ام وحدة الماس اللي هي الكتلة كيلوغرام في لكل متر لكل سكن. إذا ما عبرنا عن الكيلوغرام في المتر أس ماينس 1 في سكن أس ماينس 1 بنلاقيها بالضبط كما هي لو إنه وحدة الباسكال مضروبة في سكن. هي وحدة الباسكال إيش؟ في سكن. يعني لو أنت جبت الباسكال هو نيوتن على المتر المربع ضربته في سكن هتلاقيه بيساوي إيش؟ كيلوغرام في متر. كيلوغرام لكل متر لكل ثانية. والباسكال سكند كوحدة لزوجة is rarely used، أي لا تستخدم كثيرا، وعوضا عنها تستخدم وحدة أخرى تسمى البويز. وبالتالي لما أنا أقول 1 بويز أقصد بذلك 10 قوة ناقص 1 باسكال في سكند. إذن الوحدة الستاندرد المستخدمة زي وحدة التلفزيون لقياس قطر التلفزيون والشاشة، بقول البوصة أو الإنش. بالنسبة للزوجة الـ SI unit هي باسكال في سكن. يعني لما تيجي أنت تحل أي سؤال يجب أن تحصل عليه بوحدة الباسكال في سكن.
زي لما انت تعبر عن الضغط في الوحده المستخدمه دائما بالاتموسفيريك بريشر، صح ولا لا؟ لكن لما تيجي تتكلم على سؤال او مثال لازم احوله لوين؟ لوحده الباسكال، لان هي وحده الاس اي يونت، لان نيوتن على مين؟ على المتر المربع. لذلك وحده اللزوجه اللي هي البويز، ولكن سنستخدم في التعويض باسكال في سكن، والعلاقه بينهم انه واحد بويز بيساوي 10 قوى ناقص 1 باسكال في سكن. هنا خلينا نتعرف على بعض المواد والقيم القياسية لمعامل اللزوجة لها عند درجات حرارة مختلفة بوحدة الباسكال في سكن. أول ملاحظة بدي ألاحظها أنه عند تغير درجة الحرارة العمود اللي على اليسار تتغير إيش؟ تتغير اللزوجة. فلو أخذت أنا الكاستور أويل هو عبارة عن مائع ليكويد، كلما زادت درجة الحرارة تقل إيش؟ اللزوجة، وبالتالي عند الصفر درجة سيليزية يكون يمتلك 5 باسكال في سكند، وهو إيش؟ قيمة لزوجة كبيرة جدا. عندما تصبح درجة الحرارة 20 يصبح تقريبا 1، وهي درجة حرارة الإيش؟ الغرفة. عند 37 طبعا هذه الدرجة ليش بتهمني لما بتكلم على الماء على الدم على البلط. عند 40 بتصير 0.2، وعند 100 درجة غليان الماء يصبح الكاستور أويل أقل بكثير من إيش؟ من الواحد الصحيح. إذا 0.0 17 بالألف باسكال في سكن. أما إذا نظرت إلى الووتر أيضا الووتر ليكويد، ولكن إذا قرنت الووتر عند صفر والووتر والكاستر أويل عند صفر بلاقي إنه 1.7 × 10⁻³. إذا لزوجة الأويل أكبر بكثير من الووتر، وكلاهما يتبع نفس الإيش؟ النسق، إنه بيزداد أو يقل اللزوجة مع زيادة الحرارة. بالضبط، تقل اللزوجة مع زيادة درجة الحرارة. أما إذا أخذنا الهواء فالهواء هو غاز، فكلما زادت درجة الحرارة تزداد مين؟ اللزوجة. وطبعا لزوجة الهواء أقل بكثير من لزوجة إيش؟ الماء. ولهذا السبب بنجد إنه القارب في الماء يعاني كثيرا عندما يشق طريقه في المياه، في حين إنه السيارة لما تشق طريقها في الهواء بيكون مقاومة الهواء لها أقل لأن لزوجته إيش؟ أقل، وبالتالي ينساب الهواء على مين؟ على السيارة بشكل انسيابي بسبب إنه لزوجة أقل. واضح الفكرة؟ ولكن لها قيمة تساوي كام؟ 1.8 × 10⁻¹. لكن تخيل لو إنه هاي السيارة منطلقة في الماء، فنتيجة للزوجة إيش بصير؟ عوامل أخرى. أما بالنسبة للدم في جسم الإنسان عند درجة حرارة 37 فهو 2×10⁻³، ولاحظوا هنا إنه الدم بما إنه 70% منه ووتر، لكن لزوجته أكبر بكثير من إيش؟ من لزوجة الماء، وطبعاً لوجود إيش؟ المواد الهيموغلوبين وكرة الدم الحمراء وكرة الدم البيضاء، المكونات تاعت إيش؟ تاعت الدم، هذه اللي زادت إيش؟ اللزوجة تبعاً. طبعاً المعلومات هذه مش مطلوب إنكم تحفظوها، لكن لازم نفهم أو نقرأ الجدول ونشوف النسق العام كيف تتحرك الأمور. واضحة الفكرة؟ إذاً